أصدقائي أعتذر منكم، ولكن يجب علي أن أتكلم باللغة العربية كي أحصل على مشاهدات، طبعا لأن محتوي طبعا تعليمي، وكثير من الجزائريين والمصريين يبحثون عن محتوى التعليم باللغة العربية. أما بالنسبة للمغاربة لا يبحثون عن المحتوى التعليمي، بل يبحثون عن محتوى الروتين اليومي، أشياء تافهة ليس لها أي قيمة. وإذا تحدثت طبعا بالمغاربية سأخسر جمهور كبير على قناتي، لهذا أعتذر منكم. سأتكلم باللغة العربية على قناتي، وأنتم كذلك تفهمون اللغة العربية. اللغة العربية مكتوب بها القرآن وجميع الصحف وجميع القصص مكتوبة باللغة العربية. وأنتم عندما كنتم صغارا كنتم طبعا تقرؤون فيديوهات باللغة العربية، كنتم تشاهدون قصص باللغة العربية. والآن أصدقائي أتكلم باللغة العربية، أعتذر منكم. المهم على أي أصدقائي، لن أطيل الكلام. في هذا الفيديو سأتكلم عن أفضل موقع لربح بعض الدولارات مقابل أن تقوم بعمل فولورز أو اشتراك في قنوات كذلك يوتيوب، ويوجد طبعا قنوات التيك توك، وكذلك يوجد صفحات في الفيسبوك تقوم بإعجاب بهذه الصفحة مقابل أن تقوم بربح بعض الدولارات. وعندما تصل إلى الحد الأدنى ألا وهو 7 دولار تقوم بسحب هذا المبلغ عن طريق حسابك الباير، سواء كان حسابك الباير موثق او غير موثق، بامكانك ان تقوم بالسحب من على هذا الموقع. بالنسبة لاصدقائي لرابط الانضمام الى الموقع ساترك الرابط في الديسكريبشن، يعني في الوصف، وكذلك في اول تعليق ستجدون طبعا هذا الرابط للدخول طبعا لهذا الموقع. قبل البدء في الفيديو اصدقائي ارجو من حضرتكم ان تدعموا هذه القناة بلايك، وكذلك اشتراك في القناة دعما لنا. بارك الله فيكم اصدقائي. وكذلك بالنسبة لقناتنا طبعا نقدم شروحات حول تطبيقات مواقع لربح بعض الدولارات، وكذلك ستجد في قناة ياسين البوح شروحات مجانية ب0 درهم. حول ماذا هذه الشروحات؟ حول منصة اليوتيوب، يعني كل مبتدئ يريد أن يفتح قناة طبعا على منصة اليوتيوب ويبدأ يفتح قناة وطبعا يحقق شروط، فأنا طبعا أقدم له شروحات مجانا. كيف يحقق شروط 1000 مشترك و4000 ساعة؟ كيف يقدم قناته للمراجعة؟ كيف يقوم بربط القناة بحساب الأدسنس؟ كيف يقوم بإنشاء الحساب الأدسنس؟ كيف يتعرف على النقرات الغير شرعية بالنسبة للقنوات المفعلة؟ وكثير من هذه الشروحات طبعا أقدمها في قناتي مجانا. وكذلك أقدم شروحات كيف يتعلم المونتاج بالنسبة للناس المبتدئة، كيف طبعا لأن المونتاج شيء مهم، ألا وهو المونتاج بالنسبة للناس الذين يعملون رياكشن قصص أو تلخيص بعض الأفلام أو تلخيص مسلسلات، فيجب عليهم أن يقومون طبعا بمنتجة أو بمونتاج الفيديو قبل نشره طبعا على منصة اليوتيوب. وكذلك طريقة جديدة وطريقة أفضل لإنشاء طبعا صورة مصغرة احترافية بجودة عالية، وكذلك أقدم جميع الشروحات باللغة المغربية. والآن فصعيدا سأتكلم باللغة العربية، لغة الأم ولغة الإسلام ولغة كل شيء هي لغة العربية. يلا نبدأ أصدقائي. غادي نكليكو على تسجيل الدخول. بالنسبة هنا الأصدقاء غادي نختاروا الحساب اللي باغيين ندخلوا به حنا حاليا. أنا اختاريت هذا الحساب على سبيل المثال، نتوما اختاروا أي حساب بغيتوا تدخلوا به، يعني الحسابات الجيميلات اللي عندكم في التليفون غادي يطلعوهم لكم هنا. أنا على سبيل المثال اختاريت الجيميل ديالي المناسب، هاد الجيميل هذا ديجا أنايا دخلت به المرة الأولى وبيه كنخدم به دابا أنا حاليا. شحال عندي أنا دابا بالنسبة للنقود؟ عندي 313 ديال السنت. المهم بالنسبة هنا كتعرفوا المعلومات شحال عندكم ديال الرصيد ديالكم وبزاف ديال المعلومات، وكذلك غنشرح لكم هاد القضية خصكم تعرفوها كذلك. بالنسبة لدرتو معلن أو أعلن على سبيل المثال، هنا إلا كنتو باغيين تضيفوا الأموال ديالكم كتضيفوها عن طريق الماستر كارد، ولا بغيتوا أنكم تزيدوا فهمتيني المشاركة للقنوات ديالكم ولا تزيدوا لايك الفيسبوك ولا التيك توك كتدفعوا واحد المقابل. حنا على سبيل المثال غنديروا إكساب النقود، حنا فقط باغيين نكسبوا غير النقود. المهم بالنسبة للمهمات كنكليكو على ديك 3 الشرطات، كنكليكو على ديك أداء المهام. كيف كتشوفوها هنا بالنسبه للطرق اللي يمكننا نجمعوا بهم هاد السنتات هادو. على سبيل المثال كاين حركه التبادل، متابعين يوتيوب، متابعين تيك توك، اعجابات التيك توك، وكذلك متابعين التليجرام، مشاهدات يوتيوب، اعجابات يوتيوب، وجميع هاد الميزات هادو اللي يمكننا اننا نجمعوا بهم طبعا هاد النقاط هادو. على سبيل المثال انا نوريكم كيفاش انكم غتجمعوا النقاط. غنديروا عرض المجموعه كيف كتشوفوها في ديك المربع، هنا كيطلعوا لنا اوتوماتيك كنديروا عرض المجموعه كيطلعوا لنا المجموعه ديالهم، كنديروا طبعا اشتراك او مشترك على سبيل المثال، عاوتاني كنخرجوا وكنضغطوا. كيف كتشوفوا غيعطيونا دابا هذيك تقريبا شحال 10 ديال السنتات. كيف كتشوفوها يعطيونا 10 ديال السنتات، كيف كتشوفوها ها هي تمت اضافه الى الرصيد 10 سنتات. عاوتاني غنكليكو على الثانيه ونفس القضيه اللي غادي نديروها باش نجمعوا هاد السنتات هادو الاصدقاء.
غادي نكليكو على هنا غنديروا مشاركه في الاستلام او شيء من هذا القبيل، يعني بحال كنشاركوا عندهم في هذه المجموعه ديالهم هما. هذه عباره بحال فيسبوك عندهم هما، كل دوله عندها تقريبا مجموعه ديالها خاصه. هنا عاوتاني غنديروا التالي، هنا عاوتاني نديروا عرض المجموعه كيف العاده باش كنجمعوا هاد النقاط. هذا على سبيل المثال غنديروا لهم متابعه في الصفحه ديالو ديال التليجرام، هما عطاوني عاوتاني 10 ديال السنتات. بهذه الطريقه غتجمعوا السنتات بطريقه سهله، غير اللي ما بغاش يخدم الخوت على راسه. عاوتاني غنوريكم طرق بزاف اللي يمكن لكم انكم تجمعوا بها كذلك هاد السنتات. هادو كاينين كذلك مجموعات التليجرام، لا مجموعات التليجرام ما كايناش، ولكن كذلك التيك توك. دابا اللي غادي نوريكم طريقه السحب من الموقع باش تفهموا اكثر. بالنسبه لطريقه السحب كنكليكو على سحب الاموال ديالنا، كذلك بالنسبه هنا للحد الادنى للسحب كيف كتشوفوا هو 7 دولار اللي الحد الادنى للسحب من الباير. ملي كتوصلوا تقريبا ل 7 دولار كتكليكوا على سحب الاموال، ديك الساعه كتطلع لكم واحد الخانه كتملئوها باش كتصيفطوا لكم ديك 7 دولار للحساب ديالكم الباير. كيف كتشوفوا دابا انا حاليا ملي كنكليك على سحب الاموال كيف كتشوفوا كيطلعوا لي ديك الخانه الحمراء. كيف كتشوفوا ما عنديش انا 7 دولار، حيت ملي كتكون عندك 7 دولار كيطلعوك واحد الخانه اخرى، ما عندكش راه كيطلعوا لك ديك فهمتيني ديك الخانه الحمراء. دابا غنوريكم واحد الطريقه حتى هي مزيانه باش تربحوا كذلك هاد السنتات هادو. على سبيل المثال المسابقات، الا كنتي كتجمع على السنتات بزاف راه كتقدر انك كيعطوك واحد الدولار تقريبا، يعني كادو اللي بحال كادو كيعطيوها لك تقريبا. على سبيل المثال انت كيف كتشوف امريكيين، ناس من الدول ديال تركيا، المهم هاد الناس هادو تا هما خدامين في الموقع. الا كنتي كتجمع السنتات بزاف راه كيعطيوك تقريبا واحد الهديه اللي القيمه ديالها دولار جوج دولار على حساب الخدمه ديالك انت. الا كنتو كذلك كتخدموا عن طريق الفي بي ان راه كيكونوا كذلك المكافئات اليوميه كتكون طالعه. الا كانوا يعطيكم دولار كيعطيكم 3 دولار، كيكونوا المكافئات طالعين. وبالنسبه كذلك المهمات راه هما كيكونوا طالعين لهم السنتات. على سبيل المثال خدمتوا بالسيرفر الامريكي كيكونوا المهمات عليهم 30 سنت 40 سنت 50 سنت عكس 10 ديال السنت بالنسبه للناس المغاربه والجزائر. المهم اصدقائي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، اللي عندكم شي تساؤل حول هاد الموضوع ولا على اي موضوع اخر ما تنساوش حطوه لنا في التعليق، راه كنجاوب جميع الاسئله ديالكم. ولا بغيتو دوزو عندنا الفيسبوك من الاحسن دوزو عندنا في الفيسبوك، راه خليت الروابط ديال الفيسبوك ديالي وكذلك هاد لاباج فطبعا في الديسكريبشن، وكذلك راه خليتهم كذلك في لمحه، اللي كيعرف لمحه دوز اللمحه راه غادي يلقى الروابط. كنتمنى لكم التوفيق، تهلاو.